إحياء الليل بالعبادة فيه والقيام والتهجد، كل دي يعني أنواع من ألوان إحياء الليل. التهجد لون مختلف ونوع عالي جدا من العبادة، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كبير للموفقين والموفقات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يعرف حلاوة إحياء الليل وقيام الليل إلا من ذاق ذلك، فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف. من ألوان إحياء الليل وإحنا بنذكر به في مواسم الطاعات الفاضلة كمثل هذه الأيام والليالي الشريفة، من باب ندوء حلاوة إحياء الليل ويكون للإنسان قدر من هذا الإحياء. ولا يعني إحياء الليل إن الليل كله أنت بتحييه بصنوف العبادات، لا، حتى أنت لو بتنام زي ما قلنا أغلبه بتقوم، يا بتقوم أوله وبتقوم وسطه وبتقوم في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، كما يعني يتيسر للإنسان. فبنذكر به لأنه من جميل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، خير أيام الدنيا، وفيها من شريف الليالي ما فيها بما أقسم به مولانا سبحانه وتعالى، والفجر وليال عشر. إحياء الليل بإنشاء مثلا الصلاة فيه، يعني ده من أجل وأعظم العبادات، ففضل صلاة الليل عظيم. ومن ذلك ما ورد في حديث سيدنا معاذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، لما قال لسيدنا معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية وحماية من المعاصي والأثام، لأنه إحنا بنصوم عن في الأصل عن الأمور الحلال، ومن باب أولى أن يمتنع الإنسان عن فعل الحرام. فمن أدرك وفقه فقه الصيام فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصوم جنة، وقاية، حماية، حفاظ، لأنه بيدرب الإنسان على كثير من طيب الخصال. من الباب الثاني اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك تجد في الآيات القرآنية في بعضها اقتران التوبة بالصدقة، فبالتالي الإنسان يسعى بأنه يتوب ويجدد توبته على طول دائما أبدا. وإذا اقترف الإنسان ذنب وتاب يقرن ده بإخراج الصدقة. فطيب الصدقة وما هذه الصدقة يطفئ نار الخطيئة. وصلاة الرجل من جوف الليل، يبقى دي أبواب الخير اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها سيدنا معاذ رضي الله عنه.